السلام عليكم اخوتي ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي اليوم في هذه القناه. انا بغيت ندير واحد شويه ديال البشاميل. بغيت ندير لي باس بلا صوص بلونش. انت ما غاتيو معايا من الاول حتى الاخر. دابا غير شويه ما مش غادي نسلقها نسلقها شويه زيت الملح والابزار صافي. دابا غادي نغطي شويه غير تسخن السلقه وغادي نصفيها. انتما غاتشوفو معايا داكشي من اول حتى نهايته ان شاء الله يا ربي. بعدا نحمر البصله بالزيت والملحه نخليه وغادي نجهز عليه حتى نشوف منو هذاك الماء. درت الحليب درت البانون ودرت الفرماج. ها هو هذا ما صور زيت اللي شفت بلا ما درت البانون صافي يعني مسوس. ها هو ورشيت الحليب ها
شويه الملحه ماشي بزاف شويه ديال الزعتر جوج معالق ديال الفرينة هاهما أنا ندير الميكسور باش هذاك البرا غنديرو باش نذوب هاد الفرماج هيك باش طاب شتي طاب كاع مشد فراسه
مني صابو لان في مغير نحن نعمل فوق لي قال الشاف عربي العياقة انا بغيت واحد فيا في فوق ليك Yeah.